طيب الان غادي نوصلوا للشوربه. الشوربه كنعرفوا الحريره هي من الضروريات، ولكن الكثير من الناس ولاو كيتفاداو الشوربه على الاقل كل يوم، وكيفضلوا ينوعوا يعني بالحريره يديروا معها شوربه. الى عندك ضيافه، الى عندك عراده كتبغي كذلك تحطي مثلا جوج او ثلاثه ديال الانواع ديال الحساء، فاول شيء غنبداو به هو واحد الشوربه اللي دخلتي لها حنان البيشاميل. هذه الشوربه بالبيشاميل يعني كتجي لذيذه وغزاله وخفيفه، يعني ولو دخل فيها صوص بيشاميل كتبقى خفيفه. ندوز المقادير اختي سناء. المقادير والطريقه اييه ان شاء الله. عندنا كنديروا عندنا كوكوت كنديروا فيه واحد بصله مشلضه. نعم. مع جوج المعلقات ديال الزبده. نعم. كنشحروا معها صدر ديال الدجاج تقريبا 250 غرام. اييه. ملي كتشحر مزيان كنضيفوا ليها الابزار، الملح، سكينجبير، ثومه. نعم. وكنضيفوا ليها بطاطا محكوكه. محكوكه هكا طريه. اه إيه؟ محكوكه او مقطعه حيتي في جميع الاحوال غادي تذوب. اها. جوج ديال الحبات ديال الجزر اما محكوكين او مقطعين. نعم. وجوج الحبات ديال القرعه خضراء محكوكين حتى هما يا او مقطعين. اييه. كنشحر كل شيء اختي سناء. وكنضيف ليه واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس. وجوج يطرو ديال الماء. نعم. وهنا يا الربيطه كتخليها مجموعه باش ما تطلقلكش اللون الاخضر. آه. تطلق المذاق ولكن بلا ما تلون لك الشوربه ديالك. كنخليوها مجموعه. كنخليوها مجموعه. نعم. كنضيفوا جوج يطرو ديال الماء وكنسدوا الكوكوت ديالنا ونخليو الشوربه والخضار طيب. ملي كطيب هذاك في هذا الوقت هذا اللي كطيب لنا فيه الشوربه كنوجدوا صوص بيشاميل ديالنا. عندنا في صوص بيشاميل عندنا صفر ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الدقيق، الملح، الابزار، والكوزه كتبقى اختياريه. نعم. الطريقه ملي كي... نعم الطريقه ديال البيشاميل. كناخذوا الكسرونه ديالتنا كنضيفوا فيها 50 غرام ديال الزبده و50 غرام ديال الدقيق. كدوبهم. يعني كنخلطوهم حتى كيولوا لنا كتله كلها مجموعه. ايه. وكنبداو كنرخفوا فيها بالفوي مانيال كنرخفوا فيها بالحليب. ايه. الحليب كديريه بارد ولا كدفيه شويه؟ لا الحليب بارد اختي سناء. أيه. من الاحسن. واخا. حتى كناخذوا كنضيفوا لهذيك الكميه ديال الحليب كلها اللي عندنا. كنضيفوا التوابل اللي عندنا، الملح، الابزار، والكوزه كتبقى اختياريه. نعم. كنخلطوا مزيان صافي. هذه هي الطريقه. هاد البيشاميل اللي غتزيدي في الشوربه اذا ما خصهاش تكون عقده بزاف. ما خصهاش تكون عقده، تجي اونكتيوز، خصها تجي معلكه وتكون واخا هكاك شويه جاريه ياك حنان. وممكن نضيفوا ليها اي نوع ديال الفرماج. ديال الفرماج كنفضلوا. ايه. ها هي الشوربه طابت. ملي كطيب الشوربه كناخذوا الخليط ديالنا اللي كان عندنا في الكوكوط كتخلطيه. ايه. كنطحنوه. ملي كيتطحن كنردوه للكوكوط. ايه. وكناخذوا هذاك صوص بيشاميل ديالنا وكندوروا به هذيك الشوربه وحنا اللي كنتحكموا في السمك. الى جاتنا ثقيله ممكن نخفوها. ما تكملي وممكن سيده ما تزيدش ذاك البيشاميل كامله ذاك القدر كامل، يعني غيبقى عينها ميزانه بحال غدور الحريره ديالها. فوالا، يعني كتبقى المساله على حسب الذوق. بغاتها ثقيله ممكن، بغاتها دير الكميه ديال البيشاميل كامله وترخفها بشي قطيره ديال الماء ممكن، يعني كتبقى المساله على حسب الذوق ديال كل اخر. وبالنسبه للتقديم هي دارتها في الجبانه ديالها الكبيره، اذا غادي شنو ديري واحد الرشيشه د الربيع باش غتزينيها. كدير ممكن دير ربيع، ممكن ناخذوا هادوك ناخذوا واحد شويه ديال الدجاج كنشحروا حتى هو في مقيله، الملح والابزار وشويه ديال الثومه. إيه. وكنقطعوهم مكعبات ولا كنخليوهم شرائح طوال. تبارك الله عليك. حتى كما كنصايبوا الشاورما وكنذوقوهم من الفوق. تبارك يعني تبارك الله عليك حنان، هاد الشوربه غتجي لذيذه، انا متاكده مستمعاتنا غادي يجربوها.